أخبار الجامعة المغربية بإيجاز من استوديو قناة كومبيس ماروك تي في، مرحبا بكم. من أجل تشجيع الطلبة المتفوقين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها على متابعة دراساتهم في سلك الدكتوراه وتحفيزهم على التميز والابتكار والإبداع وتيسير انخراطهم في مجتمع المعرفة، خولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لهؤلاء الطلبة من خلال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني 300 منحة بقيمة 3000 درهم شهريا لمدة 3 سنوات. للإطلاع على نتائج ومعايير التقييم المرجو زيارة موقع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني www.senegastep.ma. منح دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية 2023-2024 متاحة حاليا أمام الطلبة المغاربة. الموعد النهائي لتقديم الملفات 15 يونيو 2022. تمكنت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء من تحقيق نتائج متميزة على المستوى الدولي، حيث دخلت للمرة الثانية في تصنيف التايمز للتعليم العالي لسنة 2022 بعد أن حققت الإنجاز ذاته سنة 2020. وأكدت رئاسة الجامعة في بلاغ لها أن هذا التتويج يدخل ضمن استراتيجيتها لتحسين موقعها دوليا على عدد من المستويات. نهاية موجز الليلة، إلى الغد.